السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد. فيديو اليوم راح نشرح بما انه في ناس كثير ما عرفت تنزل طريقة او ما عرفت كيف تنزل اللعبة او الاصدار الحديث من اللعبة، ولحد الان قاعدة بتدور على النسخ او كيف تنزل اللعبة. فمثل ما انتم شايفين اللعبة نازلة عندي وبشكل تمام، والنسخة 36 صارت 0.6. فكيف نازلة عندي وبشكل رسمي وعلى حسابي الاساسي؟ بكل بساطة روح على متجر جوجل بلاي، متجر جوجل بلاي، لا تنزل من اي برنامج خارجي عشان تنزل اللعبة الأساسية عندك. روح واطلب اسم اللعبة بكل بساطة، مثل ما انتم شايفين انا هون طلبت اسم اللعبة بس عندي النت شوي زبالة كثير، مش شوي. فاطلب اسم اللعبة معلم، اول ما تطلع لك اللعبة ادخل على اللعبة وانزل تحت في متجر جوجل بلاي بنفس اللعبة، انزل تحت راح تلاقي اشي اسمه الوضع التجريبي. هذا هو الوضع التجريبي، بيكون عندك مش مفعل هيك، بس اضغط عليه تفعيل الوضع التجريبي وراح يحط لك انتظر بعض الدقائق وبعدين راح يتفعل عندك بشكل تمام. بعد ما يتفعل عندك بتطلع لفوق بتلاقي في فوق تحديث، فورا بينزل عندك تحديث فوق محل تشغيل، بتحدث اللعبة وبتدخل على اللعبة. بس هذا كل هو الموضوع. مثل ما انتم شايفين هاي الشاحنة عندي، ما في عندي اي اشي غلط، اللعبة شغالة وعلى حسابي الاساسي. طبعا انا كان فيني انزلكم نسخ واقولكم هاي النسخة وروحوا حملوها، بس ولكن مش راح تنزل بنسخة أساسية على حسابك الأساسي. فأنا كان بدي إياه إنه تنزلوها بشكل رسمي. فيني أعطيكم رابط تحديث مباشر وتروح تنزلوه، ولكن ما بتتحدث عندك بشكل مباشر، فهيك أفضل بتحدثها مباشر من جوجل بلاي وبدون أي مشاكل أو على حسابك الأساسي. زي ما أنت شايفين يعني ما في أي مشكلة عندك، أنا قاعد بسوق وكل إشي طبيعي. مثل ما أنت شايفين هاي شاحناتي، هاي الشاحنة الجديدة مركب عليها تقريبا كل الاضافات صارت. طبعا كان معي فلوس ومحوش فلوس، وقلت لكثير ناس من وقتها حوشوا فلوس عشان راح تجي الاربع شاحنات ونشتريها. طبعا لسه التحديثات القادمة اقوى واقوى واقوى كثير كثير اقوى، ولكن حاليا لحد الان هذه هي التحديثات لهم اربع شاحنات. فالما اشترى الاربع شاحنات كلهم اكيد صار عنده تساؤلات وفي ناس لحد الان ما نزلتهم، فهم هذول هم يا شباب الشاحنات. عندك الاصدار الاول 1995 هاي الشاحنة، الاصدار الثاني 2004 هاي الشاحنة الاسكانيا، اصدار 2009 بيجي بهذا الاصدار وهذا الشكل مثل ما انت شايفين، 2013 بهذا الاصدار وبهذا الشكل. طبعا انا تقريبا شريت 3 شاحنات منهم ولسه علي بس تقريبا 2009 لسه ما شريتها بس اتوقع. فلحد الان كل اشي شغال تمام وما في اي مشكلة زي ما انت شايفين على حسابي الاساسي. فمنروح ناخذ حمولة، نجرب ناخذ حمولة بالسيارة، نقول بسم الله. شو بدنا ناخذ حمولة. طبعا طريق المحجر صار عليه الطريق كثير قليل كثير كثير قليل، ما بعرف ليش، بس بدلت المكاتب حاولت اطلع واجيب طريق محجر ما قدرت. فايش رايكم شفرة رياح؟ شفرة الرياح احسن اشي، نروح ناخذها. فلحد الان ما لقيت طريق المحجر، مش عارف ليش، وكتير كتير يعني صعب الموضوع تبع المحجر مش عارف عندكم كمان ما بيطلع ولا بس عندي عشان انا بعيد شوي او واقف في مدينة بعيدة شوي، اخر حمل اللي بجوز كان بعيد شوي فعشان هيك يعني بعدوني كثير عن الموضوع او عن المحجر. فزي ما انتم شايفين الحمولة كل اشي تمام، هاي الشاحنة الجديدة طبعا بسم الله ما شاء الله الشاحنة بتجنن مع التعديلات بكل معنى الكلمة بتجنن، خصوصا اذا كنت حاطها على اعلى جرافيكس. شوف كيف دقة اللعبة ودقة الشاحنة بصراحة رهيب كثير كثير كثير. طبعا لازم اركب لها سكنات، بس المشكلة مش متفرغ لسكناتها، والسكنات اكيد عندي بتلاقيها بقناة التليجرام، عندي 200 سكن يمكن. وروح بكل بساطة ثبت اي سكن بدك اياه وجرب عبين ما يجي سكن عليها حلو وجميل. بس ولكن انا حاليا ما كنتش فاضي صراحة اركب لها سكن، ومنظر السيارة هيك على سكن اللعبة حلو كثير، ما بالك اذا ركبت لها سكن. وصراحة شباب السيارة قوية مش سهلة، سيارة قوية وتعبانين عليها بحق الله يعني، هذا سبب تأخير في التحديث. شوفوا كيف ولا غلطة، بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. خلينا نروح نطلع بلاش هسه نسوي لنا حادث. اسمع صوت الغماس شباب كيف ناعم وحلو، اشي فخم على الاخر
طبعا هاي شفرة الرياح فلازم دير بالك عليها اكيد. طبعا وضافوا لها الاكسسوارات في التحديث اللي هو كان 0.3، كان لسه نزلت عنه تحديث اول ما نزل، نزلت عنه فيديو. هاد كان لسه مش ضايفين الاكسسوارات اللي هم نضافوا هسه فوق السيارة، ولكن في التحديث الاخير ضافوهم. فشوفوا شباب هم فعلا تعبانين على السيارة بحق الله. يعني شوف المرايا، بس اغبى اشي بشوفه بحياتي المرايا. يعني مراية اليسار ليش ما في مراية فوقها؟ وليش لهالدرجة قريب كثير انا على المراية؟ طبعا من هو لازم الف وارجع. شوفوا شباب ليش لهالدرجة انا قريب على المراية؟ لازم اكون بعيد شوي، انا كسائق لازم اكون بعيد شوي عن المراية. هاي اول شغلة. ثاني شغلة، مراية اليسار لازم تكون مرايتين مش مراية واحدة. مراية واحدة طالعة السيارة يعني انا مش قادر اشوف، عشان الستيرنج جاي بنص المراية. شايفين كيف الستيرنج في نص المراية تماما؟ ف مش قادر اسوق منيح يعني صراحة. فهاي اول شغلة او اول غلطة بعتبرها في السيارة. يا ساتر. طبعا في اخبار عن تحديث القادم بتجنن يا شباب، بتجنن. عن مرايا وما مرايا والجرافيكس تبعت اللعبة بتجنن بكل معنى الكلمة. فكثير كثير متشوق للتحديث الجاي، وبحاول هاي الفترة اني اغطي كل السيارات الموجودة باللعبة. وفي تحديث ان شاء الله راح يكون، او فيديو القادم راح يكون رهيب كثير كثير. فاللي مش متابعني تعالوا تابعني على السريع، عشان راح يفوتك كثير بكل معنى الكلمة. انا مش بعطي اي كلام، انا بحكي لك الصافي، انا راح افصل لك اللعبة هاي تفصيل. فاللي فعلا مش متابعني تابعني، عشان الفيديوهات اللي جاية راح تكون قوية كثير. طبعا اذا ما نزل تحديثات، اذا نزل تحديثات راحت الشغلة. لازم انزلكم عن تحديثات واخليكم تنزلوها اول باول. بس حاليا ان شاء الله راح نشوف دول السيارات الجديدة، وراح نختبرهم اختبارات صعبة كثير كثير، ونشوف قوة تحملهم. عشان في ناس اصلا لحد الان ما معها فلوس تشتري السيارات اصلا. فلحد هيك اليوم بيكون انتهى الفيديو، وان شاء الله الفيديو الجاي استنوه، عشان الفيديو الجاي كثير 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 حماسي، حماسي كثير. فاستنوا الفيديو الجاي ان شاء الله، وانا بشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.